ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. بشهر آذار من كل سنة بيدخل عمر الثورة السورية بسنة جديدة، وبهالشهر دخلت الثورة بسنتها السابعة. وبما أنه فقرتنا بتحكي عن الاقتصاد، فخلونا نعمل جولة على التغيرات الاقتصادية خلال هالست سنين يلي مروا. ست سنين من التراجع الاقتصادي على كل الأصعدة، وبتتقدر الخسائر الأولية للاقتصاد السوري من سنة 2011 بأكثر من 300 مليار دولار، وخسرت عجلة إنتاج اقتصاد البلد أكثر من ربع قدرتها. وبحسب التقديرات خسر الناتج المحلي الإجمالي 163.3 مليار دولار. وبالنسبة للسياحة السورية نزلت من قطاع بشكل 14% من الناتج المحلي وبإيرادات بتوصل ل 4.8 مليار دولار سنة 2010 لقطاع وصلت خسائره ل 300 مليار ليرة سنويا. أما صادرات النفط فبقيت مستقرة ضمن مستويات إنتاج وصلت ل 380 ألف برميل بنيسان 2013 لحتى سيطر تنظيم داعش على أغلب حقول النفط بدير الزور. تراجعت الصادرات ل 9000 برميل يوميا، وتراجعت الإيرادات من 4.7 مليار دولار ب 2011 ل 140 مليون دولار ب 2015. طبعا هي الخسائر الضخمة أول ما بتنعكس على المواطن السوري، وبالفعل السوريين اليوم عم بيعانوا أوضاع اجتماعية ومعيشية كارثية بسبب الوضع الاقتصادي المتردي يلي سبب انتشار البطالة بنسبة 52% وفقر بنسبة 50% حسب إحصائيات عام 2015. وتدهورت قدرة السوريين الشرائية مع تدهور قيمة الليرة السورية يلي نزلت من 46.5 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد سنة 2011 ل 540 ليرة بالوقت الحالي، وهاد أثر بالشكل الطبيعي على أسعار السلع الأولوية والمواد الغذائية بكافة المناطق السورية، وخاصة المناطق المحاصرة يلي وصلت نسبة ارتفاع الأسعار فيها ل 4000% بالوقت يلي ما واكبت هالتغيير زيادة كافية بالرواتب. إن كنا عم نحكي عن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام يلي بتتراوح الرواتب فيها بين 20000 يعني 50 دولار و 30000 ليرة يعني 90 دولار. أما بأغلب المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة فالناس عايشة على الزراعة البدائية والصناعات الخفيفة والتجارة البسيطة. ومن جهة تانية في عنا 2 ل 3 ملايين طالب سوري محرومين من الدراسة، وعشرين ألف مهندس غادروا البلد. كل هاد كمان له تأثير سلبي على الاقتصاد. ومع هذا الواقع الاقتصادي الصعب فالبلد بحاجة لخطط اقتصادية مدروسة ومحكمة تقدر تنهض بكل القطاعات بالتوازي، مع الأخذ بعين الاعتبار رفع سوية معيشة الفرد ومكافحة البطالة ببلد بياخد كل فرد فيه فرصته ومكانه. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.